معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول السيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. مرحبا بك سيد مصطفى. نبدأ من تصريح أحد أعضاء نزاهة النيابية، قال إن العبادي لا يتمكن من محاربة الفساد في المدة المتبقية قبيل الانتخابات. ما دلالات هذا التصريح من النزاهة النيابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. وحياتي. حيدر العبادي لن يستطيع لا بهذه المدة المتبقية قبل الانتخابات ولا بعدها، كما لم يفعل من قبل طيلة السنوات الخمسة عشر الماضية التي كان فيها وزيرا وبرلمانيا بارزا ورئيسا للوزراء، لم يستطع محاربة الفساد ولن يستطيع ذلك، لأنه جزء أساسي من المنظومة الفاسدة المتحكمة في العراق ككل، وهو شخصيا متهم بالفساد، متهم بتعاطي أو تلقي رشوات من شركات اتصالات عندما كان وزيرا في حكومة مجلس الحكم عام 2003، وفضحه المفتش الأمريكي المتخصص بتدقيق عقود تلك المرحلة، مرحلة مجلس الحكم. وبالتالي فلا معنى لهذه التصريحات التي يدي بها العبادي والزمرة المحيطة به إلا لأغراض الكسب الانتخابي الرخيص. ربما استمعت إلى تصريح النائب عن حزب الدعوة القيادي في الحزب عبد الهادي الحساني، قال بشأن عبد الفلاح السوداني، قال إنه خرج من العراق بجوازه رسميا. كيف يمكن تفسير ذلك بعد المحاكمة الإعلامية التي سبقت القبض عليه؟ إذا صح الخبر الذي أعلنه القيادي في حزب الدعوة الشيطانية عبد الهادي الحساني، فإن هذا يؤكد أن العبادي غير راغب وغير قادر أساسا على محاسبة الفاسدين واللصوص، وبالذات من أعضاء حزبه، حزب الدعوة الذي أجرم بحق العراقيين كثيرا منذ سبعينات القرن الماضي، وثبت إجرامه بما لا يقبل مجالا للشك خلال السنوات الخمس عشرة الماضية التي استبيح فيها العراق على يد هذا الحزب يعني هذا الحزب أعان المحتل الأمريكي والإيراني على استباحة هذا العراق أرضا وشعبا وثروات. في هذا السياق، إلى أي مدى يعني يمكن ربط قضية السوداني بالصفقات الانتخابية وصراعها قبيل الانتخابات؟ الحقيقة هذه الخطوة التي أقدم عليها النظام هي خطوة باستجلاب عبد الفلاح السوداني ثم تهريبه، كما قال عبد الهادي الحساني خرج بجوازه معززا مكرما بالنص، هكذا قال يوم أمس في حديثه لقناة السومرية الفضائية. إذا هذا يؤكد يعني هذه خطوة غبية جدا حتى في إطار المنافسات الانتخابية الرخيصة التي تجري في العراق. يعني كان من الأجدر بهذا النظام أن يعني يحاول استمرار المسرحية التي يضحك بها على عقول الناس، ولكن شاء الله أن يفضحه على رؤوس الأشهاد ويظهر هذا النظام على حقيقته، فاسدا متسترا على الفاسدين داعما لهم. وهذه الخطوة إذا ثبتت فتؤكد هذا المعنى بشكل واضح. نبقى في الصراع السياسي وهذه السجالات الانتخابية. العبادي صرح أن المالكي منعه من نزوله في قائمة حزبه الدعوة. كيف ترى مستقبل العلاقة بينهما، بين المالكي والعبادي، وتأثيره في الأوضاع داخل العراق؟ أنا لا أعتقد أن هناك أي خلاف بين حيدر العبادي ونور المالكي. لو كان حيدر العبادي متمردا على حزب الدعوة ومتمردا على زعامة نور المالكي لهذا الحزب العميل لخرج من هذا الحزب ولا أعلن انشقاقه عنه، ولكن لأنه مستمر في هذه العملية في هذا الحزب ومستمر في العملية السياسية ضمن إطاره، فهو يؤكد وجوده وولاءه لهذا الحزب، ولم يخرج على الإطلاق من هذا الحزب ولن يخرج. وبالتالي ما يقال عن خلافات بين حيدر العبادي ونور المالكي، أنا أعتقد هذه وسيلة لذرع الرماد في العيون. وأيضا هذا يعني التوزع على قائمتين انتخابيتين
هو لمصلحة حزب الدعوة وليس ضد حزب الدعوة. لن يؤثر هذا على الحزب، بالعكس سيعزز من نسبة الأصوات التي يحصل عليها، ويعني في إطار المسرحية الانتخابية البائسة التي تجري في العراق. أشكرك شكرا جزيلا السيد مصطفى كامل، رئيس التحرير صحيفة وجهة نظر.